مشاهدينا مع حضراتكم مرة أخرى ونواصل هذه التغطية من خلال بث مباشر، ولدينا أيضا مجموعة أخرى من الأخبار أو جولة أخبار سريعة هنبدأها مع حضراتكم الآن. لجنة إدارة أموال ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين تقرر منع بديع والشاطر من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة، والتفاصيل بتقول طبعا إن قررت لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس منع المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر نائب المرشد المحبوسين احتياطيا من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة بناء على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في عابدين بحظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان. وأيضا تصريح آخر فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وإدارة الممتلكات أو الشركات أو المصانع والهيئات الاقتصادية التابعة لبعض الرموز أو قيادات جماعة الإخوان. لجنة إدارة ممتلكات جماعة الإخوان بتقول لن نغلق الشركات أو المصانع التابعة للإخوان حتى إذا ثبت أن مصدر تمويلها غير شرعي، ولكن سيتم تعيين مراقبين ولجان فنية لإدارتها حفاظا على حقوق العاملين. وهو توجه طبعا يعني في حالة ثبوت عدم شرعية المصادر المالية واللجوء إلى قرارات بتعيد هذا الأمر أو تمنعه عن الشخص اللي هو بيمتلك هذه المؤسسة لأسباب قانونية، لو تم إثبات هذا الأمر عن طريق الأجهزة القائمة على التحقيقات في هذا الشأن هيكون طبعا القرار الصادر من اللجنة ده بيراعي الصالح العام، وانه لا يتضرر بموجب هذا القرار ان يبقى في احتمالات لغلق هذه المنشآت، وبالتالي يقع الضرر على ناس ما لهمش اي ذنب في هذه الامور، مواطنين مصريين بيشتغلوا في هذه المؤسسات او الشركات او الهيئات. وطبعا الحالة بتكون مختلفة يعني وفقا للحالة القانونية لكل مؤسسة، وان كانت في اي مخاطر محدقة بالمجتمع المصري نتيجة لعملها او لها نشاط غير معلن وغير النشاط الرسمي اللي هي المفروض انها بتقوم به واللي هي مرخص لها في الاساس وفقا للقانون المصري القيام به. والإدارية العليا تؤجل دعاوى حل حزب الحرية والعدالة لجلسة 15 فبراير المقبل. الدائرة قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة تأجيل دعاوى حل حزب الحرية والعدالة لجلسة 15 فبراير المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفاوضين. ودائرة الأحزاب بالإدارية العليا تحيل دعوى حل حزب النور لهيئة المفاوضين. وقررت اليوم السبت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من رزق الملة والمطالبة بحل حزب النور السلفي إلى هيئة مفاوضي مجلس الدولة وتحديد جلسة 15 فبراير للاطلاع على التقرير. وكان طبعا المحامي صاحب الدعوة أقام دعوة قضائية طلب فيها بحل حزب النور السلفي، واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب في دعواه. طبعا أنا يعني مش هعلق على هذا الأمر لأنها دعوة منظورة أمام القضاء، فما ينتج عنها هو شأن خاص بالقضاء المصري، ولكن في إطار اللي اتكلم عنه النهاردة في مداخلة هاتفية الدكتور سمير غطاس واللي اتكلم عنه الدكتور رفعت السعيد، ان هناك قوى مدنية او ليبرالية مصرية لديها تخوفات كثيرة من استمرار عملية الخلط بين السياسة والدين او الحديث في السياسة بمنطلق او من منطلق وباستخدام مصطلحات دينية والعكس صحيح. زي ما شفنا التصريحات احنا قلنا ان كل ما اتى في البيان الصادر عن هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول كان متوقع ان تكون هذه التصريحات، انه شايف الموقف ازاي وشايف حقه او عدم احقيته بالعودة للحكم وشرعيته من عدمها، وفي نفس الوقت وصفه للاحداث الحالية بانها ثورة ام انقلاب. هذه امور متوقعة في الاطار السياسي ان يراها الرئيس المعزول، ولكن الامر الخطير كان التصريح الخاص بانه الانقلاب عليه او ابعاده عن الحكم خيانة لله ورسوله، ولا يمكن ان نقول هذا عن اي شخص في الدنيا، اي رئيس سابق او قادم سيأتي وسيرحل بثورة بانقلاب برفض شعبي باي سيناريو هي امور سياسية دنيوية بحتة، ولا يمكن ان ينسب الامر الى الدين او انه افتئات على الدين او على الشريعة او على القرآن والسنة، ده خلط غير مقبول. وبالتالي لو اتكلمنا عن الاحزاب القائمة على اساس او على مرجعية دينية دي هتخضع في النهاية، اي حزب عامل او قائم في مصر سيخضع، زي ما قال بالظبط طبعا رأي راجح جدا للاستاذ الدكتور حسن نافع اللي قال انه في قانون للاحزاب يجب ان يسري على الجميع ويطبق بدون استثناءات على الجميع، حتى لو حزب له مرجعية دينية، حزب اسلامي او مسيحي او مرجعيته اسلامية او مسيحية، طالما انه سيكون ضمن الاطار القانوني للاحزاب في الدولة ولن يخرج عنه فهذا هو الاهم، وهذا هو الامر اللي بيحافظ على الاستقرار القانوني والسياسي في اي دولة. اما
القضية نفسها الخاصة بحزب النور فلن أعاقب عليها لأنها دعوة أمام القضاء، وإن كان في الفترة الأخيرة في إجماع في الآراء أو غالبية الآراء بتقول أنه أظهر مواقف متزنة، أو قيادات حزب النور أظهرت من خلال وسائل الإعلام المصرية برؤية طبعا حزب النور لهذه الأحداث والتواصل مع القوى السياسية الأخرى يعني بعض المواقف اللي رأى الكثير من المحللين أنها أكثر من متزنة وتتوافق أو تتناسب مع هذه المرحلة. مشاهدينا هنشوف التقرير التالي ولقاء مع وزير التموين المصري ضمن خطة العمل أو العرض خطة عمل الحكومة أو الوزارة في هذه المرحلة، نتابع. عقد اليوم دكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا لبيان حقيقة بعض الشائعات التي انتشرت مؤخرا وأيضا بعض المشاكل التي واجهت وزارة التموين وكيفية مواجهتها. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بك دكتور محمد. عايز أبدأ مع حضرتك بآخر حاجة قلتها في المؤتمر، كوبونات العيش. الحقيقة احنا يعني كان في منظومة عملت قبل تشكيل الحكومة الحالية لرغيف الخبز. الحقيقة المنظومة شملت كل مراحل الانتاج واغفلت المرحلة النهائية وهي كيفية حصول المواطن على مستحقاته من الخبز، وده ادى فرصة لبعض النفوس الضعيفة من اصحاب المخابز لانهم يتصرفوا في حصص الدقيق في غير الغرض المنصرفة من اجله. عشان كده احنا بنسعى الحقيقه الى احنا جربنا ربط الخبز على البطاقات في محافظه بورسعيد، هنعمل تجربه تانية في محافظه المنيا في الوجه القبلي خلال الشهر القادم، وبعد كده الحقيقه هنقيم التجربتين ونربط على مستوى الجمهوريه توزيع الخبز على البطاقات التموينيه. بالنسبه للمشاكل اللي كانت مؤخرا موجوده بالنسبه لانابيب البوتاجاز، حضرتك قلت ان وزاره التموين لا علاقه لها بيها او العيب الاكبر هيكون على وزاره البترول، ممكن نشرح الموضوع ده يا فندم؟ هو احنا مش بنرمي التهم يعني او بنتبادل الاتهامات، الفكره ان احنا بنقول ان الوزاره المعنيه بصفه اساسيه بتوفير هذه السلعه وانتاجها هي وزاره البترول، احنا دورنا رقابي بيشرف على عمليات التوزيع لما يطرح في السوق، ده كان المعنى اللي احنا كنا نقصده. والتحكم في السوق السوداني فندم مين المسؤول عنه؟ احنا الحقيقه بننزل بحملات يوميه، عيننا مفتش في كل محافظه، فوضنا الساده المحافظين انهم يشرفوا كل داخل محافظته على نظم التوزيع اللي تحقق الانضباط لهذه السلعه وسلعه الخبز ايضا. يتم استيراد او تم استيراد ما يقرب من 2.3 مليون طن من القمح، وايضا هناك 100 يعني صومعه او يعني لتوفير القمح. ازاي بقى ممكن نحقق الاكتفاء الذاتي؟ ده ممكن اصلا يحصل الفتره الجايه؟ هو طبعا محاوله تحقيق الاكتفاء الذاتي ده حلم بنسعى اليه، وزاره الزراعه بتسعى جيدا، بتاخد بالتنميه الراسيه والافقيه، وصلنا انتاجنا ل 9.5 مليون طن، احنا بنسوق منهم حوالي 3.5 مليون طن في المتوسط، نأمل ان احنا نزود عملية التسويق بما يضمن ان نحقق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي. هناك بعض الشائعات يا فندم حضرتك قلت حقيقتها، يعني منها ان السلعة التموينية لا تقدم للمستهلك الا يكون معاه بطاقة تموينية، حقيقة هذه الشائعة يا فندم؟ والله واحنا بنواجه الحقيقه الفتره الاخيره بمجموعه شائعات بالذات وزاره التموين، سواء في ازمه البوتاجاز، سواء في ازمه المواد التموينيه، في سعر رغيف العيش، في صرف المقررات بالبطاقات، في كميه المقررات، واحنا الحقيقه حريصين على ان نطمئن الناس ونقول ان هذه الشائعات لا اساس لها من الصحه. ويمكن المؤتمر ده كان الغرض منه الاساسي هو ان احنا نبين هذه الشائعات وانها غير حقيقيه. شكرا. نشكر دكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية على هذه التفاصيل، وعودة للاستوديو. مشاهدينا، في عدد من الأفكار أو أصحاب الأفكار الثورية ومن الشباب الثوري الحقيقي في مصر اللي شارك بقوة من اليوم الأول في ثورة يناير وفي ثورة يونيو، ولأسباب مختلفة تماما ولكن من أجل الصالح العام، دون أن يكون مدفوعا من أي قوة ودون أن يكون موجها ولا أن يكون صاحب مصالح أو له مصالح مرتبطة بعودة هذا النظام أو برحيل هذا النظام. شباب بيفكر في البلد وبيتحرك من منطلق أنه ليس له أي هدف في حياته غير أنه يبقى فيه حراك سياسي حقيقي يفرز مناخ أفضل في مصر، تداول سلطة، حريات، ديمقراطية، عدالة اجتماعية، الكثير من الأمور اللي ممكن تحقق شيء للمواطن المصري اللي لسه ما شافش منها حاجة من ثورة يناير لحد النهاردة، شاف مشاكل بس في 3 سنين. الشباب ده عشان نكون منصفين زي ما قلنا إن احنا رافضين الفكر اللي بيخلط بين الدين والسياسة، هناك أيضا
امر اخر مرفوض، وهو ان تكون زي ما قلنا ان مرفوض ان يبقى في فزاعه بالحديث في السياسه باسم الدين، وانه في صك للتدين مع شخص بيقول اللي يعارضني ما يبقاش بيحافظ على الدين وعلى الاسلام ويبقى ضد الاسلام، ده امر مرفوض. وايضا هناك تخوف من ان تكون هناك فزاعه اخرى، او ان شخص اخر يدعي او اي كيان يدعي ان في يده صك اسمه صك الوطنيه، وانه من يختلف معه ويعارضه او له رؤيه مغايره او مختلفه مع رؤيته السياسيه يبقى مش وطني ويبقى مش مصري. هذه الفزاعه أيضا مرفوضة، وأي نظام قائم عايز يحرر أي دولة من فترة معينة وينقلها لفترة جديدة فيها حياة سياسية أفضل وفيها مستقبل وحراك سياسي أفضل لازم يرفض كل أشكال الاحتكار الفكري والحجر على أصوات وأفكار الآخرين. إحنا في مسار يحتاج إلى الاستماع إلى العقلاء وإلى وجهات نظر مختلفة وإلى البحث عن كيفية الوصول إلى حلول، دون أن يظن أي شخص أو أي مسؤول أو أي كيان في الدولة أنه يمتلك كل الحلول بمفرده وأن رؤيته فقط هي الثاقبة وان كل الناس ما بتفهمش او كل الشعب لا يمكن يضيف له اي حاجة. في امور، في نظام، في سيادة دولة، في قانون يجب ان يطبق على الجميع، لكن مع مراعاة ان الكثير من المصريين من الدكاترة من المتخصصين من المحللين السياسيين من كل من يعنى بمصلحة هذا الوطن يمكن ان تكون لديهم بعض الرؤى اللي ممكن يستفيد منها صانع القرار، ومن غير ده مش هنحقق اي تقدم ولا البلد هتتنقل نقلة للافضل. لكن ان شاء الله يكون القادم افضل لو تواصلنا ولو فهمنا ازاي نختلف وازاي نتوافق حول مصلحة هذا الوطن. سننتقل إلى بعض العناوين أو الأخبار الأخرى. انتظام الدراسة في جامعة الزقازيق بعد سيطرة الأمن على شغب طلاب الإخوان، شفنا مشاكل وشفنا أحداث عنف في عدد من الجامعات المصرية وما زال الأمر يحدث من وقت لآخر، وطبعا أصبح الأمر مثار جدل كبير جدا لدرجة أن إدارات الجامعات النهاردة بتقول لا يا جماعة احنا بصورة حتى مؤقتة أو استثنائية عايزين يبقى في تواجد حقيقي للشرطة داخل الجامعات، لأن مش معقول أن باسم الحرية السياسية أو عرض وجهة النظر يتم تخريب أو حرق المنشآت أو إتلاف أي ممتلكات للجامعة ولطلاب الجامعة وتعطيل الدراسة، أو يبقى في خطر بالإصابات أو لا قدر الله خسائر في الأرواح بين طلاب منهم كتير قوي رايح عايز يتعلم وبيخلي وجهة نظره السياسية خارج الجامعة وخارج أسوار الجامعة. أعلن طبعا مصدر أمني لسي بي سي أن قوات الأمن سيطرت على أحداث شغب طلاب الإخوان في جامعة الزقازيق وأن الدراسة بالجامعة انتظمت، وأضاف المصدر أنه أصيب في الأحداث ضابط وأربعة مجندين إثر رشق طلاب الإخوان قوات الأمن بالحجارة، وأشار إلى أنه تم ضبط 13 من مثيري الشغب في الجامعة. ورئيس جامعة الزقازيق لسي بي سي لن أسمح بتعطيل الدراسة، واستدعيت الشرطة لأن الأمن الإداري غير مجهز، وفي نفس الإطار طبعا اللي بنتكلم عنه أنه كتير من الأمور بتحتاج أحيانا لقوة ردع حقيقية تتمثل في وجود رجال الشرطة أو رجال الجيش، لأن بيبقى أي مرتكب لأحداث العنف أو الشغب عارف أن هذا الشخص مدرب ومسلح ومؤهل بالقانون انه يتعامل مع اي تجاوزات، بعكس الاستهتار وللأسف والاستهانة اللي بتحصل بافراد الامن الاداري في الجامعات اللي المفترض ان يحترم كلامهم وان الطالب يسمع كلامهم فيما يتعلق بفرض الامن والاستقرار وتنظيم الحياة والحركة والعمل داخل الجامعة، لكن ما بيتمش التعامل معهم بهذا الشكل ويبقى في استهانة شديدة بهم وحتى بالتجاوز في حقهم او بالتعدي عليهم في بعض الاحيان، ده غير انهم طبعا ما بيكونوش على نفس درجة التأهيل والدعم القانوني لتحركهم في مواجهة اي احداث عنف، ولا كمان قوتهم من الناحية ربما البدنية او التدريبية، او ان هم بيكونوش كمان مسلحين عشان يواجهوا اي خطر حتى على حياتهم في بعض الاحيان. هيئة تدريس الأزهر تطالب بعودة الشرطة للجامعات، ده في نفس الإطار بعد الأحداث اللي حصلت في الفترة اللي فاتت والعنف والشغب اللي حصل داخل المناطق أو الوحدات المختلفة التابعة لجامعة الأزهر، ووجه النادي نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر ينادي أو يطالب بعودة الشرطة للجامعات دون مسمى الحرس الجامعي. ودي وجهة نظر طبعا او دي مطالب بتدعم اللي قاله احد الخبراء خبراء الامن في مصر اللي قال يا جماعة لو في قانون بعد الثورة بيمنع مسمى الحرس الجامعي او تواجد دائم وابدي للشرطة داخل الجامعات فده لا يعني ان الجامعة جزء منفصل عن ارض مصر، هي جزء من ارض مصر وتخضع للقانون المصري، ولو حصلت فيها احداث عنف او شغب او جريمة تستوجب دخول الشرطة والتعامل معها بمنتهى الحسم. مش معنى ان الجامعة احنا مقدرين الناس اللي بتقول ولادنا يا جماعة دول في منطقة تعليمية دول رايحين يتعلموا مش معقول يتواجهوا بالجيش والشرطة، ده مفهوم طبعا، لكن منهم بعض الناس مش رايحة تتعلم ورايحة ترتكب فعلا جرائم،
لا تفسرها ولا تبررها اي وجهة نظر سياسية. واعتقد ان المظاهرات السلمية شفناها اكتر من مرة وداخل جامعة الازهر نفسها ولم يتم اعتراضها او التعدي عليها. شفنا وقفات ضخمة جدا لطلبة وطالبات الاخوان في بعض الايام وفي عدد من الحلقات السابقة من بث مباشر داخل اسوار جامعة الازهر، وكان الكل بيسيبهم يقفوا يتحركوا بحرية يقولوا رأيهم طالما انه لا يعطل الدراسة ولا يتلف ولا يخرب ولا يؤدي الى ارتكاب عنف او جرائم. لكن الجريمة امر مختلف وتستوجب التعامل الشرطي على الفور. ما يسمى بتحالف دعم الشرعية يدعو للتظاهر الثلاثاء المقبل مع عدم النزول في شارع محمد محمود والتحرير، وأيضا ما يسمى بتحالف دعم الشرعية يهاجم الدولة وأجهزة الأمن والإعلام والقوات المسلحة ويدعو إلى ما يعتبره حوارا مع القوى السياسية لإنهاء ما يسميه الحكم العسكري وإعادة شرعية الرئيس المعزول. وهي دي الأمر طبعا اللي لما تابعناه مع حضراتكم خلال التغطية اليوم في بث مباشر سمعنا أكثر من وجهة نظر من بعض المحللين السياسيين وقالوا يا جماعة احنا مش شايفين رؤية جادة للحوار أو مطالب يمكن التوافق على البدء منها، لأن الحديث أعتقد أنه بينافي تماما أهداف ثورة يونيو. الحديث عن أي احتمال أو إمكانية لإعادة الرئيس المعزول أمر يصطدم بشكل مباشر ومزعج جدا بمطالب ثورة يونيو اللي خرجت لتطالب بعزل الرئيس أو إبعاده عن الحكم وإنهاء فترة حكمه. لكن ربما تكون هناك نقاط توافقية أخرى لو ظهرت في الفترة المقبلة. حتى موقف الدولة على لسان أكثر من شخصية زي الدكتور كمال أبو المجد قال إن قيادات وشخصيات مرموقة في الهيئة أو المؤسسة العسكرية قالت له يعني طبعا على بركة الله لو عندك فرصة لأن يحصل تواصل مع أشخاص من الإخوان غير مدانين ولا يجرمهم القانون إحنا سنوافق على هذا الأمر. وده كان على لسان الدكتور كمال أبو المجد ونشره في عدد من الصحف المصرية. لكن هل هناك نقاط توافق فعلا؟ هل ممكن الوصول لأي سيناريوهات لحل الأزمة ولا سيبقى الوضع على هو عليه وتستمر الأمور إلى حين حتى استخدام أو تظل القوة والمعيار الأمني هو البديل الوحيد المتاح أمام الدولة لاستمرار حماية خارطة المستقبل والوصول إلى دائرة الانتخابات البرلمانية والرئاسية حرصا على أي أو رفض أي محاولات للعرقلة أو التعطيل عن طريق أنصار الرئيس المعزول. أما لو كان في فرص أخرى للتوافق محدش هيرفضها لو كانت لا تضيع حق الدولة أو حق أي مصري دماؤه أهدرت في الفترة الماضية. وزير الداخلية يوجه أو يطالب برفع درجات التأمين تزامنا مع ذكرى أحداث محمد محمود. عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء السبت اجتماع مع السادة مساعدي الوزير للقطاعات المعنية. ربما الاجتماع ده ربما يكون بدأ أو انتهى يعني حسب الأخبار الموجودة أمامنا إنه هذا الاجتماع يفترض أو متوقع له أو بدأ بالفعل مساء اليوم لدراسة الخطة ووضع الخطة الأمنية لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ومراجعة خطط انتشار الأمن سريعا في وكافة الإجراءات التأمينية في أو قبل استقبال يوم الثلاثاء المقبل تحسبا لأي خروج عن القانون أو أي تجاوزات في ظل المظاهرات أو الدعاوى لتظاهرات قادمة يوم الثلاث المقبل. وإن شاء الله الأمور تمر بشكل طيب ودون أن تحدث في الشارع المصري أي أحداث عنف ودون أي إراقة للدماء. مشاهدينا دي نهاية هذه التغطية أو هذه الجولة الإخبارية، وبعد الفاصل بث مباشر مستمر مع حضراتكم وستعودوا للرياضة مرة أخرى مع زميل إبراهيم فايق. ابقوا معنا. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. Out of our minds, says leave it.